وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع الأستاذ عمرو عادل، والله أسأل لكم السداد والتوفيق. والآن مع الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، نبدأ اليوم درسنا وهو بعنوان نصائح غالية، وهو من دروس النصوص الهامة، وينتمي هذا النص لفرع القرآن الكريم، وهو من سورة لقمان عليه السلام. وكما نعلم أيها الطلاب أن سيدنا لقمان رضي الله عنه أرضاه كان رجلا حكيما، وكان دائما النصح لأهله وللناس، وخاصة ابنه، فكان دائما ينصح ابنه بالعديد من النصائح حتى يمتلك بها قلوب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. ننتقل الآن أبنائي إلى بعض من معاني المفردات الخاصة بهذه الآيات الكريمة. خردل أي نبات عشبي له حب صغير، جمع خردل خرادل، مفرد خردل خردلة. يأتي بها أي يعلم بها ويحاسب الناس عليها. أقم الصلاة أي أدي الصلاة وحافظ عليها، مضادها ضيع. المعروف هو كل أمر حسن، مضادها المنكر. أصابك أي نزل بك، ذلك اسم إشارة للبعيد. لا تصعر أي لا تتكبر على الناس، مضادها تواضع. خد جمعها خدود، والخد هو جانب الوجه. مختال فخور أي متكبر متعالي، مضادها متواضع. مشيك أي سيرك، مضادها وقوفك. أنكر أقبح، مضادها أجمل. مثقال مقدار أو وزن، جمعها مثاقيل. لطيف أي رفيق ورؤوف، جمعها لطاف ولطفاء. خبير أي واسع العلم، جمعها خبراء. مضاد خبير جهول. الصلاة جمعها الصلوات. المنكر هي الأعمال السيئة، جمع المنكر المناكر. اصبر أي تحمل وتجلد، وهو معنى هام. مضاد اصبر اجزع. عزم الأمور أي الأمور الواجبة. الأرض جمعها الأراضي، الأرضون، الأرضين. مرحا أي مختالا متكبرا. اقصد اعتدل. اغضض اخفض، مضادها اجهر. الأصوات مفردها الصوت. والآن ننتقل إلى الشرح. نلاحظ في الآيات أن سيدنا لقمان كما قلنا يدعو ابنه كي يمتلك قلوب الناس ومحبتهم. ينصح لقمان ابنه بالعديد من النصائح لكي يكون محبوبا من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. من هذه النصائح أولا في الآية الأولى أن يتقي الله. لابد للإنسان أن يتقي الله. ليه يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل أعمال الإنسان ويحاسبه عليها ويأتي بها يوم القيامة. يبقى إذن الإنسان لازم يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل الأعمال التي نقوم بها. طيب، تاني شيء،
وتاني نصيحة أن يقيم الصلاة على أكمل وجه بكامل أدائها وكامل ركوعها وسجودها وأركانها، ولا ينقر في الصلاة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقر في الصلاة، أي الإسراع في الصلاة وعدم أدائها على الوجه الكامل. فنهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنقر الصلاة كما تنقر الديكة العش. يبقى إذن الإنسان لابد أن يحافظ على الصلاة محافظة كاملة. طيب ثالث نصيحة أن يأمر الناس بالمعروف بكل أمر حسن. كمان رابع نصيحة أن ينهاهم عن المنكر. طب الأمر بالمعروف يا شباب والنهي عن المنكر كل الناس هتقبله؟ لا طبعا، بعض الناس هتجهل عليه هتؤذيه. يبقى إذن هو بينصحه النصيحة كمان أنه يصبر على ما أصابه من الألم ومن الجهل الخاص بالناس. ممكن بعض الناس تشتمه، ممكن بعض الناس توبخه تزعقله، فده أذى وجهل، فنصحه أن يصبر على أذى هؤلاء. النصيحة الخامسة ألا يتكبر على الناس ولا يتعالى عليهم. فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب عن التكبر.